على مستوى ولايه داخله وديبو تتواصل الحمله الدعائيه باساليبها المختلفه من مهرجانات وسهرات ليليه لاستقطاب الجماهير. ويتواصل هذا التنافس في جو من المسؤوليه والانضباط مما يبرهن على نضج التجربه الديمقراطيه. حين يرخي الليل سدوله تصبح الإشارة خضراء لانطلاقة الأنشطة السياسية بمدينة واذبو. تتبارى الأحزاب السياسية لعرض برامجها الانتخابية كما فعل مرشح حزب البناء والتقدم الذي جمع جماهيره وحثهم على إنجاح لوائحه المترشحة في 13 مايو، وذلك تحت أنظار رئيس الحزب. أما حزب الوحدة والتنمية فنظم سهرة سياسية دعا خلالها الحاضرين إلى التصويت لخيارات الحزب الذين تعهدوا بتنمية شاملة لمدينة واذبو. حزب الكرامة نظم مهرجانا سياسيا قدم فيه مرشحوه خطوط البرنامج الانتخابي العريضة، مطالبا بالتصويت لمرشحيه لما يحملونه من برامج مستقبلية قد تغير واقع الساكنة حسب الحزب. وفي السباق نحو صناديق الاقتراع واصل حزب الإنصاف سهراته الليلية التي كانت همزة وصل بين مرشحيه ومؤيديه، حيث نظم الحزب تظاهرتين سياسيتين منفصلتين توالت فيها الخطابات السياسية المتضمنة لما يهدف الحزب إلى تحقيقه لساكنة مدينة واذبو، دعوة إلى التعبئة والتحسيس وعدم خسارة أي بطاقة تصويت، ووعود لتغيير حال المدينة إلى أحسن حسب الإنصافيين. ومع تقدم مسار الحملة الدعائية وجه حزب الوسط بالعمل من أجل التقدم مسار أنصاره إلى التصويت لمن اختارهم مرشحين له في الانتخابات، متعهدا بتطبيق برنامجه الانتخابي الذي يلبي طموحات الساكنة. ودائما في الأنشطة السياسية، حيث طالب حزب الرفاه قاعدته الجماهيرية بالتصويت لمرشحيه بغية تنفيذ برنامجه الانتخابي. وفي إطار الحملة الانتخابية دائما جمع حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية أنصاره وحثهم على التصويت لمن اختارهم مرشحين له ضمن برنامجه الانتخابي. أما حزب حوار فاختار تعبئة جمهوره حول كيفية التصويت على اللوائح الانتخابية لكي لا يحدث لبس بينهم، مشددا على ضرورة التصويت لمرشحيه في يوم سيكون مشهودا. تختلف أساليب التعبئة والتحسيس بين المترشحين في ولاية داخلة واذبو، ويحتدم الصراع بين المتنافسين سياسيا هنا من أجل الفوز يوم الاقتراع 13 مايو عندما يقول المواطن كلمته. محمد عمر بلول، الموريتانية، واذبو.